السلام عليكم. لما نيجي نبص على حاله الحرب اللي موجوده حاليا، حاله حرب حقيقيه ما بين الدوله من جانب والمحتكرين من جانب اخر. وعايز اقول لحضراتكم ان مصر بتعلن الحرب على محتكر اللحوم او على من يرفعون اسعار اللحوم في السوق المحليه. بكلم حضراتكم النهارده على صفقه من اهم صفقات الوطن في الوقت الحالي، وهي صفقه استيراد لحوم من تشاد. هي لحوم مصريه ولكن في مزارع مصريه في ارض تشاديه. عايزين نفهم التصور ونفهم ايه اللي بيحصل، لانها ضربة قوية جدا لمحتكر اللحوم ورافع الاسعار، سواء اتحدث عن جزار او مربي. مو حضرتك بتسأل الجزار ليه بترفع اللحمة؟ بيقولك المربي بيرفع عليا. بتسأل المربي النهاردة ليه بترفع اللحمة؟ بيقولك انا ببيعها للجزار بسعر مناسب. فحضرتك انت امام سلسلة وفيها حلقة مفرغة. محتاجين نفهم ايه اللي بيحصل. رقم واحد، نسبة اللحوم اللي موجودة تكفية او نسبة التلبية المحلية من اللحوم المحلية 40%. نسبة اللحوم مستوردة النهاردة او اللي بتيجي من البرازيل، من السودان، من تشاد مؤخرا، بتتكلم في حوالي 60%. طبعا حضرتك لازم تعرف انه اساسا المشكلة كان سببها ان انت دولة تعرضت لأزمة كبيرة جدا بسبب الوضع الجديد بعد الحرب الروسية الاوكرانية. رقم واحد، انت دولة لست من الدول المربية للحوم. رقم اتنين، انت دولة لست من الدول اللي عندها مراعي طبيعية، وبالتالي ما عندكش المقاومات اللي تقدر تعتمد عليها في انتاج حيواني يلبي السوق المحلية. حضرتك ما انتش دولة عندها كم سقوط امطار يساعد في تربية هذه المواشي. فكان الحل والبديل هو انتاج تلك المواشي وتربيتها باسواق خارجية خاصة في افريقيا. حضرتك مش متخيل التمن اللي هتيجي بها هذه المواشي. حضرتك مش متخيل التكلفة اللي هتتحملها الدولة لتربية هذه المواشي. تقريبا بتكلم على نصف التكلفة المحلية. مهم جدا نعرف انه رقم واحد، مزارع مصرية انشأت في تشاد منذ عام 2019. النهاردة بيتحقق الهدف وبتصل اول شحنة لحوم مصرية مبردة من تشاد. عايز اقول لحضراتكم عدة حقائق عشان لما حد يتكلم لازم نرد عليه بالارقام. نحن امام لحوم مبردة وليست لحوم مجمدة. هي لحوم مذبوحة على الشريعة الإسلامية، وهنا اللي بتبيعها مصريين لأنها أساسا موجودة على أرض مصرية أو أرض مستأجرة مصرية، مزارع مصرية في أرض تشاد. هذه المزارع أنشأت بمبادرة من أحد الأحزاب المصرية، وهو حزب حماة وطن لرئيسه اللواء طارق نصير، وده المفروض أنه وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ. فطبعا أنا بكلم حضراتكم على مبادرة مهمة جدا. إيه كم اللحوم وهل هتلبي الغرض ولا لا؟ رقم واحد، نحن نتحدث عن 2000 راس ماشية بتربى، كل مجموعة 2000 راس ماشية. رقم 2، تصل ميناء القاهرة الجوي 3 مجموعات أو 3 دفعات في الأسبوع. 3 شحنات تصل مطار القاهرة الدولي أسبوعيا، كل شحنة حوالي 55 طن بمجموع 660 طن شهريا. لو ضربت حوالي يعني 3 شحنات أسبوعيا في 12 شحنة شهريا، فالمجموع في 55 حوالي 660 طن لحوم من تشاد هتصل مصر في الشهر. طبعا ده مهم جدا عشان نعرف الكم. رقم 2، البعض بيقول ايه شكل تربية هذه اللحوم. يعني النهاردة انا بتحدث عن تربية طبيعية جدا، انها تكون في مراعي طبيعية. كم سقوط مطر كبير على مناطق معينة في تشاد، حوالي 5 انهار عند دولة زي تشاد. عندهم بحيرة حوالي 300 كيلومتر سعة ومساحة هذه البحيرة. فعندك البحيرة او المياه مجانية، وعندك المزارع والمراعي الطبيعية، وبالتالي ما عندكش اي مشكله في التربيه. انت بتتكلم كده في نصف تكلفه التربيه المحليه. الناس هنا بتغني علينا والمربيين بيرفعوا والجزارين بيرفعوا اكتر، فحضرتك في معضله كبيره. وده طبيعي، كان حل مهم جدا لمواجهه الجشع اللي موجود سواء من مربي او تاجر. حضرتك النهارده كل من يستطيع ان يغلي على مواطن بيعمل ده، فما فيش مشكله عند المربي ان يزود او عند التاجر ان يزود اكتر واكتر. وبالتالي الحل الوحيد هو كان انك اما انك تضع سقف للسعر كما اقترحنا من قبل ولم يحدث، او انك تبدأ في دعم الاسواق بلحوم من الخارج، سواء لحوم سودانية برازيلية او لحوم تشادية. فنحن نتحدث عن لحوم مبردة تصل، وطبعا ليست لحوم مجمدة عشان البعض ما يحبش اللحوم المجمدة. كأنك جبت اللحمة حطيتها في التلاجة، يتم تبريدها حتى تصل مطار القاهرة. رقم 3، عايز اقول لحضراتكم انها توزع في 8 محافظات. اشمعنى 8 محافظات؟ احنا عندنا اكثر محافظات مصر تأثرا بارتفاع اسعار اللحوم ليست محافظات الصعيد، النهارده محافظات الدلتا. بتكلم على القاهرة، بتكلم على الجيزة، حتى الفيوم في شمال الصعيد، بتكلم على الدقهلية، الغربية، المنوفية، اسكندرية، القليوبية، وطبعا البحيرة. دي محافظات 8 بتستهدفها مبادرة اللحوم تشادية، لتوزع في منافذ حزب حماة وطن، توزع في منافذ وزارة الزراعة، وزارة التموين، ومعارض أهل رمضان.
السعر تنافسي. النهاردة بتكلم على سعر 145 جنيه، والسعر السابق اللي كان بيعلن عنه من 130 ل 160 جنيه. حضرتك مش متخيل، انا بتكلم على مهم جدا ان احنا ندعم هذا التوجه لمواجهة الاحتكار محليا. حضرتك لو تركت الامر لكل المربين محليا، رقم واحد العرض هيكون اقل من الطلب بكثير، بكلمك على 40% فقط تلبية السوق المحلي، وبالتالي لو تركت الامر للسوق المحلي السعر يتضاعف ويتضاعف. حضرتك شايفين النهاردة بعض الاسعار بتصل لما يقترب من 300 جنيه لكيلو اللحمة، وبالتالي امامك مبادرة بتبيع لك الكيلو ب 150 او 145. عايز اقول لحضراتكم التخوف التاني عند البعض. حضرتك بتقول انا هاكل لحمة من مراعي طبيعية، انا ما بحبش اللحوم اللي طعمها من مراعي طبيعية، انا عايز لحوم بتاكل اعلاف زي اللي انا متعود عليها في المذاق المصري. قال لك انا هعمل حاجة، هجيب اللحمة دي قبلها ب 45 يوم قبل ما يتم ذبحها ووصولها للسوق المصرية، ويتم تعديل خلطات الاعلاف الخاصة بها. يعني مثلا عندي نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بيقول لك ان الدولة نجحت في انشاء مزارع مصرية لتسمين العجول باراضي دولة تشاد، وقبل ضخ اللحوم التشادية للسوق المصري يتم تعديل خلطات الاعلاف لها لمدة 45 يوم لتتناسب مع الذوق المحلي. فحضرتك بتتكلم على لحمة كأنها لا تختلف تماما عن اللحوم المحلية، بل البعض ممكن بسبب الجودة الغير مرضية في اللحوم المحلية يفضل هذا النوع من اللحوم عن اللحوم المحلية. طبعا الجودة الغير مرضية في طبيعة بعض أنواع الأعلاف اللي موجودة محليا. اللحوم المحلية أو اللحوم البلدي فيها لحوم طبعا معظمها بيطعم بالأعلاف اللي حضراتكم عارفينها، ولكن بسبب الوضع الحالي ممكن أحيانا تطعم بأطعمة مختلفة أو بأنواع مختلفة من الحبوب زي الرز مثلا. فحضرتك ما تستغربش انك تجد بعض انواع اللحوم المحليه في اطعمه مختلفه عن الوضع اللي انت معتاد عليه. فهنا ما اتكلم حضراتكم على مبادره مهمه جدا، لازم نبرز انه هذه المبادره المفروض انها تساهم في تخفيض اسعار اللحوم في السوق المحليه. وزي ما قلت لكم هي حرب بين الدوله والمحتكرين، محتكرين في اي مجال. المفروض الحرب دي لها ثلاث اطراف، الدوله والمواطن في جنب والمحتكر على جنب تاني، ولكن الدوله هي من تحمل السلاح، هي من يمتلك القوه في وجه الاحتكار، اما المواطن فهو محارب بلا سلاح. حضرتك شايف الوضع النهارده، عشان كده بقول لحضراتكم مهم جدا هذا النوع من المبادرات ان لم يؤثر في اسعار اللحوم اللي عماله تزيد فهيمنع الناس تدريجيا انها تقبل على شراء اللحوم المحليه. وهي مساله عرض وطلب، حضرتك المعروض اكتر من المتاح او اكتر من المطلوب السعر هينزل، لكن المطلوب لو هو اكتر هيكون السعر طبعا مرتفع. شيء مهم جدا لازم ايضا حضراتكم تعرفوه، في عهد حكومة رئيس الوزراء المصري الأسبق الدكتور كمال الجنزوري قبل 2011 كان عين وزير تموين اسمه حسن خضر. هذا الرجل كان لديه مقترح، وهو ان انت كمصر ليه ما تحلش أزمة القمح عندك باستئجار وزراعة أراضي في دول أخرى. فاقترح ان احنا بدل ما نستورد القمح بتكلفة عالية انا أزرع هذا القمح وقلل تكلفة يعني استيراد القمح بالدولار من الدول الأخرى، وبكده انا يعتبر كأني بزرع القمح محليا، هي فقط تكلفة استئجار الأرض اللي أنا هزرع فيها هذا القمح. وده كان مقترح لزراعة القمح في دولة شديدة البرودة زي مثلا كندا. حضراتكم عارفين أن القمح بيزرع في الدول زي روسيا أوكرانيا، أوروبا كلها تقريبا بتزرع قمح، كندا بتزرع قمح، الولايات المتحدة الأمريكية بتزرع قمح. فالنهاردة كانت المقترح أو كان المقترح كده، هذا المقترح وجه برفض شديد جدا، ووجه بحملات صعبة جدا من البعض. أنت رايح تزرع في أرض غير مصرية، ما تزرع في الأرض المصرية واستصلح في الأرض المصرية، ما حضرتك هناك كم محدود من المياه أو قدرة معينة لدى مصر. النهاردة عايز تحاول تحل مشكلة بأقصى شكل أو بطريقة عاجلة، فاللي تم رفضه سابقا عن طريق حسن خضر من قبل حسن خضر، أو رفضه بسبب مقترح رفض لدكتور حسن خضر، النهاردة بيتم تنفيذه ولكن في جانب آخر وفي مجال آخر وهو اللحوم. ودي الفكرة اللي طبقتها دول المملكة العربية السعودية عن طريق رجال أعمال، الإمارات عن طريق رجال أعمال، طبقوا فكرة زراعة الحبوب في دول إفريقية. فالنهاردة أنت كفكرة طبيعية وتطور طبيعي لما ما يكونش عندك المقاومات اللي تقدر تعتمد عليها في زراعة مثل هذه المحاصيل الاستراتيجية وفي الإنتاج الحيواني واللحوم، عليك أن تتجه للطرق الغير تقليدية وإنشاء أراضي مصرية خارج حدود الدولة تعتمد على المراعي الطبيعية، تعتمد على سقوط المطر الطبيعي، تعتمد على المياه الطبيعية، فهتفيد الدول الأخرى وتستفيد أيضا بالإنتاج اللي انت هتحصل عليه، لأن حضراتكم عارفين كم المياه موجود في دول أفريقية كتير جدا عن الكم في مصر. وهنا السؤال المهم، البعض ممكن يقول تكلفة الإنتاج هتكون عالية، أقول لحضرتك بالعكس، ده تكلفة الإنتاج هتكون منخفضة عن الانتاج المحلي. وانا بقترح هنا ان المبادرات اللي بتعملها الدولة في الانتاج الحيواني في الزراعة لم تؤتي ثمارها. حضرتك انت تعرف
او المفروض تواجه نفسك وتشوف ما تقدمه من قروض مدعومة للزراعة المصرية. هل بتؤتي ثمارها قروض الانتاج الحيواني؟ هل بتؤتي ثمارها؟ ولا المواطن العادي لا يستفيد، واللي بيستفيد فقط هو صاحب او من يحصل على هذا القرض استفادة شخصية؟ ما حضرتك كدولة لازم تتابع ده، ولو القروض دي لا تؤتي ثمارها حضرتك غير التوجه واتجه بها نحو دعم الزراعة او دعم الانتاج الحيواني خارج الحدود المصرية لحين معالجة الأمر داخليا. النهاردة حضرتك ببساطة بتحارب على كل الجبهات، والحرب دي إن ما كانش المواطن متواجد فيها ومقترحاته مهم إنه ينظر إليها ويترك أو ينظر إلى هذا المواطن بعين الاعتبار في مقترحاته وفي ما يتعرض له من ضرر، فحضرتك اعرف إن أنت ماشي غلط. لكن إذا وجهت أو وجهت هذه الموارد بشكل صحيح لدعم المواطن فاعرف إنك ماشي في الطريق الصحيح. طبعا نتمنى إن شاء الله إن ربنا يحفظ بلدنا وتكون المبادرات أفضل وأفضل خلال الفترة القادمة، المعارض اللي بتقام تخفيض الأسعار. بنشكر حضراتكم جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.